نوزع نفسنا بقى مجموعتين. معلش يا جماعه برضو حاجه ثانيه اخيره، علشان الموضوع ده بيعمل مشاكل وهتلاقيكم برضو وجهه النظر ايه، عشان ما يبقاش حد زعلان. بص، اخطر اماكن هي ما بين الحتت اللي زي دي، تمام؟ معلش، الاماكن اللي هي زي دي كده بتبقى ما بين تربتين. وطبعا نبص برضو فوق المقابر كده، لو حد يبقى طويل يبص بين المقابر، تمام؟ الحملات بتاع تطهير المقابر اللي احنا بنعملها دي في قرية بني سلامة، دي أول حاجة في بداية الحملة. طبعا الحاجات دي بتبقى محطوطة في كاس علشان تعيش، عشان تعيش فترة كبيرة. حسب الله ونعم الوكيل، محطوطة في مدخل تربة ويعني بسد التربة. حسب الله ونعم الوكيل. دي بداية الحاجات اللي احنا قريناها في بداية الحملة، احنا لسه ما كملناش. يعني لسه ما عداش 10 دقايق، لسه في بدايه الحمل. ممكن يبقى حاجات نصب، ممكن يعني ممكن يبقى حاجات يعني الشخص ده اتنصب عليه خسر فلوس. ما بنقولش كده عشان يروح لحد محترف، بس بنقول ان انت بتخسر دينك وبتخسر دنيتك يعني بتخسر اخرتك علشان خاطر عشان دنيا فانيه. حسب الله ونعم الوكيل. حاطط لك الشكر. خلي معايا ده اللي بيسمى بالسحر الهوائي. حسب الله ونعم الوكيل، ده موجود على شجر الا الامر من قبل البحر. عشان بس الوقت وخلاص صرفنا على